السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إخواني في حلقة جديدة على قناتكم المفضلة. اليوم إن شاء الله سوف نضع البرنامج داخل الميكرو كنترولر باستعمال المبرمجين K150 وبيكيت 3. قبل مشاهدة الفيديو اشترك بالقناة واضغط على زر الإعجاب وشارك الفيديو مع أصدقائك لتعم الفائدة. ثم بعدها سوف نجرب البرنامج باستخدام هذه القطع الإلكترونية المذكورة السالفة الذكر في الفيديوهات السابقة. إذن سوف نستعمل ثلاث مصابيح كما ذكرنا في الفيديو السابق. سوف نستخدم هذه المصابيح كأنها أضواء يعني المرور. سوف نستعمل مقاومة ثم قطعة كوارتز لتحديد سرعة عمل الميكرو كنترولر. هذه القطعة يمكنكم استعمال يعني قطعة كوارتز 10 ميجا هرتز أو 4 أو 1 ميجا هرتز، فقط يجب الإشارة إليها في البرنامج عند استخراج ملف الهيكس يعني ملف هيكس. ثم سوف نستعمل منظم للتيار من أجل تغذية الميكرو كنترولر. إذن نبدأ باستعمال المبرمج K150. إذن يبدو المبرمج على هذا الشكل، يعني يتكون من قطعة إلكترونية ثم قطعة لتثبيت الميكرو كنترولر أثناء البرمجة. ومقبس لتثبيت يعني الميكرو كنترولر لتفادي يعني تحرك الميكرو كنترولر أثناء البرمجة. ومأخذ لي يعني كيبل USB لربطه مع الكمبيوتر. نستعمل يعني هذا الكيبل عند ربطه بالمبرمج. نلاحظ أن هناك مصباح أحمر يعني يدل على أن المبرمج في حالة اشتغال. إذن أول شيء أصدقائي، يجب تنصيب الدرايفر الخاص بالمبرمج، يعني عند ربطه بالكمبيوتر يجب أن يتعرف عليه هذا الأخير. وضعت لكم في الموقع الدرايفر الخاص بهذا المبرمج وهو K150، إذ هناك بعض الإصدارات التي لا تعمل مع ويندوز 10، والإصدارات القديمة تعمل يعني مع جميع أنظمة التشغيل بخلاف ويندوز 10. وضعت لكم هذا الدرايفر الذي يعمل مع الإصدار الجديد لويندوز 10. إذن نبدأ بخصائص الكمبيوتر، ثم نذهب إلى جيستيونير دو بيريفيريك، نقوم بربط المبرمج مع الكمبيوتر، فنلاحظ ماذا سيحصل. إذن تم ربط المبرمج مع الكمبيوتر لكن لم يتعرف عليه الكمبيوتر. يجب تنصيب الدرايفر. نفتح الملف الموجود به الدرايفر، ثم نذهب إلى الأيقونة الخاصة بتنصيب الدرايفر الجديد، فنضغط مرتين. إذن أنا سبق لي وقمت بتنصيبه. إذا لاحظتم هنا لقد وجد درايفر في الكمبيوتر لكنه قديم لم يعمل، PL2303 فازد أوت سينس منذ 2012. إذن يجب تحديثه. كيف ذلك؟ يعني إذا حصل معكم هذا في هذه الحالة، نقوم بحذف الدرايفر القديم بهذه الطريقة، ديزانستالي لاباغاي، ونضغط على هذه الأيقونة سوبريمي، يعود يعني يعود المبرمج إلى حالته الأولى. إذن لا يوجد هناك درايفر. نقوم نكمل تنصيب الدرايفر الجديد.
سوف تواجهكم بعض المشاكل الصغيرة في تنصيب هذا الدرايفر، لكن هو متجاوز يعني سهل. يعني إذا لاحظتم هنا لقد تم تنصيب الدرايفر الجديد الخاص بهذا المبرمج، وتم تحويله إلى كوم 6 يعني كوم 6. عند تشغيل البرنامج الخاص بهذا المبرمج ماذا سنلاحظ؟ ندخل إلى البرنامج. في هذا الإصدار وضع المصنع البرنامج الخاص بالمبرمج والدرايفر الذي يعني سوف تحتاجه للتنصيب، لكن هذا الدرايفر هو لن يعمل معك في ويندوز 10، يمكن أن يعمل في ويندوز 7 أو إصدارات قادمة من ويندوز، لكن لا تنتظر أن يعمل معك في ويندوز 10. يعني سوف أضع لكم فقط البرنامج الخاص بالمبرمج، هو لا يحتاج إلى تنصيب، فقط نضغط على هذه الأيقونة ميكروبيرن فتظهر لنا واجهة البرنامج هكذا. أول شيء يجب إعطاء الكوم الذي يوجد به الميكرو كنترولر، لاحظوا هنا كوم إكس يعني لا يوجد أي رقم هنا. نذهب إلى أوبسيون أو بروغرامر فايل بورت، نضغط على بورت، لاحظوا هنا نضع الرقم 6 مثلا، تماما الرقم الذي يوجد به المبرمج. نضغط على اوكي. دير appear to be a problem accessing to com. هناك يعني يقول البرنامج بان هناك مشكل عند الاتصال بكم 6. نقوم بتجربة صغيرة، نغير رقم الكوم الخاص بهذا المبرمج، يعني رقم الكوم الذي منحه الكمبيوتر لهذا المبرمج. نضغط على خصائص، نذهب إلى بورت 60 Advanced، ثم نغير هنا، نختار أحد الكومات يعني الفارغة. هنا الكوم 1 in use يعني ممتلئ أو مستعمل. نلاحظ هنا أن كوم 2 فارغ، يمكننا أن نستعمله. نضغط على OK. Port has been opened another application remaining new. إذا لاحظتم هنا قال لنا الويندوز بأن هذا الكوم هو في حالة استعمال من أحد البرامج الأخرى. نغير البرنامج، نغير يعني البورت. بورت 7 مثلا. إذن قمنا بإعطاء الكوم رقم 2 للمبرمج. بعدها نجرب ما إذا كان المبرمج يعمل على هذا الكوم. نضع الرقم 2. أوكي. يبدو أن هناك مشكل في نجرب إعادة تشغيل الكمبيوتر. أعود إليكم بعد بضعة دقائق. إذن بعد إعادة تشغيل الكمبيوتر سوف نحاول إعادة تشغيل البرنامج وضبطه على كوم 2. كما تلاحظون هنا لقد تمكن البرنامج من العمل على كوم 2 كما تلاحظون على الصورة، وقام بالتعرف على البوردة يعني بوردة المبرمج ك 105 ك 150. إذن
هدفنا الآن هو وضع البرنامج الذي قمنا بتطويره في الحلقة السابقة داخل الميكروكنترولر. أول شيء نقوم باختيار نوع الميكروكنترولر، يعني الذي المراد استعماله. في حالتنا هذه سوف نستعمل كما قلت لكم في الحلقة السابقة، سوف نستعمل بيك 16F876A. نختار نوع الميكروكنترولر 16F876A. عند اختيار الميكروكنترولر يعطيك البرنامج الوضعية التي تضع عليها الميكروكنترولر على المبرمج. سوف تضع بهذه الطريقة، يعني تضع النقطة الصغيرة الموجودة على الميكروكنترولر أعلى المبرمج، يعني اتجاه مأخذ USB. ثم بعدها نقوم بتست أو اختبار للميكروكنترولر، يعني هل سيتعرف البرنامج على الميكروكنترولر. نضغط على ريد، ننتظر قليلا. هنا لقد تعرف المبرمج على الميكروكنترولر وهو فارغ تماما كما تلاحظون. الخطوة الثانية وهي وضع البرنامج داخل الميكروكنترولر باستعمال هذا، يعني هذه الواجهة. نذهب إلى لود، إذا يعني تابعتم الحلقة السابقة قمنا بتسجيل، يعني وضع البرنامج في ملف على الكمبيوتر سميناه ميكرو إذا تذكرتم، وأسميناه بترافيك لايت. نضغط مرتين ثم نضغط على بروجرام، ولقد تم وضع البرنامج بنجاح داخل الميكروكنترولر. والخطوة المقبلة إخواني سوف نجرب الميكروكنترولر، يعني سوف نقوم بتغذيته وربطه بالمصابيح الثلاثة، الأصفر والأحمر والأخضر ثم الكوارتز، ونقوم بتغذيته باستعمال تغذية 12 فولت ومنظم للتيار الذي يوفر 5 فولت. نقطة أخرى إخواني الكرام، البرنامج المستعمل في هذه الحلقة وجميع المعلومات التي سوف تحتاجها لاستخدام هذا البرنامج والمبرمج على حاسوبك الشخصي سوف تجدها على موقع ثقافة المعرفة. هذا الموقع سوف تجدونه في صندوق الوصف، يعني تذهبون إلى آخر تدوين بالموقع فتتصفحون جميع المعلومات الخاصة بهذه الحلقة. نمر إلى المرحلة الأخرى. إذن بعد تمرير البرنامج داخل الميكروكنترولر حان وقت تجربته على بوردة التجارب أو لوحة التجارب. إذن دعونا نعرف مرة أخرى القطع الإلكترونية الموجودة على البوردة. إذن استعملنا هنا 3 مصابيح ليد ومقاومة من أجل حمايتها، يعني مقاومة تكون ما بين الميكروكنترولر ومصباح الليد. يعني سوف تجدون هذه التركيبة في المخطط. هنا هذه المقاومة من أجل تشغيل الميكروكنترولر مرتبطة بالرجل MCLR. هنا كوارتز، يعني كوارتز من أجل توفير التردد الذي يحتاجه الميكروكنترولر من أجل الاشتغال. وهنا منظم للتيار 5 فولت من أجل تشغيل الدارة. نحتاج إلى تغذية، هنا عندي تغذية 12 فولت، يعني تستعمل بطارية 9 فولت أو مأخذ للتيار 12 فولت كما ترون على الصورة. إذن سأركب الميكروكنترولر على البوردة.
بعد تركيب الميكروكنترولر على البوردة على هذا الشكل سوف نوفر الآن التغذية اللازمة لأجل ذلك، من أجل تشغيل النظام. إذن كما ذكرنا في فيديو منظم الجهد، فالتيار يعني يدخل يعني يبدأ من اليسار نحو اليمين، نضع الموجب على اليسار هكذا، ونضع السالب في الوسط. إذن كما تلاحظون المخطط بدأ بالاشتغال. سوف يعني أخفض من نسبة الإضاءة من أجل ملاحظة المصابيح. إذن كما لاحظتم أصدقائي، تم تمرير الكود بواسطة المبرمج K150 كما لاحظتم. هذه المرة سوف نحاول تمرير الكود بالمبرمج بيكيت 3، وسوف تلاحظون الفرق. يعني هذا المبرمج يشبه تقريبا K150. يتكون هذا المبرمج يعني من علبة وقطع إلكترونية داخلها، و مأخذ USB. يأتي هذا المبرمج مرفقا مع الكيبل البرمجة. هنا زر لعمل ريسيت. إذن أول شيء سوف نبدأ بتحميل وتنصيب البرنامج الخاص بهذا المبرمج، البرنامج الذي يعمل على الكمبيوتر. إذن بعد تحميل وتنصيب البرنامج، برنامج اسمه MPLAB X EPE، يعني إصدار البرنامج 5.20، هناك إصدارات أحدث. سوف أضع لكم الرابط الخاص لتحميل كل الإصدارات الخاصة بهذا البرنامج، وهي موجودة على الموقع الرسمي. سوف أضع لكم الرابط الذي سوف تتبعونه للولوج إلى هذا البرنامج. إذن عند فتح البرنامج نحصل على واجهة، ننتظر قليلا. إذن هذه هي واجهة البرنامج. واجهته تشبه تقريبا كل الواجهات يعني، لكن هذه الواجهة أفضلها على واجهة K150. هي واجهة سهلة جدا، سهل التعامل معها. لاختيار الميكرو كنترولر المراد برمجته، نبدأ بفاميلي،
اول فاميلي، نضغط على اول فاميلي، ثم نختار عائلة يعني العائلة التي ينتمي إليها بيك 16 اف 876، وهي baseline HB8 MCUs بيك 10 12 16. نأتي إلى device ثم نختار بيك 16 اف 876. هل سنجدها هنا أم لا؟ نعم، بيك 16 اف 876 ا. نضغط على ابلي ثم نختار التول. اذا التول سوف يعطيها بعد ربط المبرمج مع الكمبيوتر. هنا بروس سوف نحتاجها من اجل تحديد البرنامج المراد إدخاله أو تنصيبه على الميكرو كنترولر. نعم، هو ترافيك لايت. إذن تأتي هنا مرحلة ربط الميكرو كنترولر مع المبرمج. من بين الأشياء التي جعلتني أفضل هذا المبرمج إخواني الكرام، وهو أنك يمكنك برمجة الميكرو كنترولر وهو مرتبط بالدارة، يعني شغال مع الدارة ويمكنك برمجته بدون نزعه. كيف ذلك؟ أولا وضعت لكم مخطط صغير من أجل معرفة كيفية ربط المبرمج مع الميكرو كنترول. عند الإمساك بالمبرمج على هذا الشكل نجد في أحد الأطراف سهم صغير، يبين لنا هذا السهم بأن هذه المرابط هي لها أرقام، والسهم يعبر عن الرقم واحد، ثم السهم الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس. نحن سوف نستعمل هنا فقط 5 مرابط وهي مبينة هنا. المربط الأول هو MCLR-VPP، المربط الثاني وهو VDD يعني Target، المربط الثالث VSS Ground، المربط الرابع PGD، والمربط الخامس PGC. كيف نجد هذه المرابط في الميكرو كنترولر؟ وضعت لكم أيضا مخطط من أجل تحديد هذه المرابط. المرابط الأول يعني المربط الأول إخواني الكرام وهو MCLR، والمربط الثاني هو VDD Target. ماذا يعني MCLR هنا و VDD في الميكرو كنترولر؟ MCLR هو المربط رقم واحد من الميكرو كنترولر، و VDD وهو المربط رقم 20. نمر إلى المربط الثالث والرابع والخامس. الثالث VSS Ground يعني السالب، والمربط الرابع PGD، والمربط الخامس PGC. VSS موجودة هنا، يعني موجودة بموقعين تجدها، يعني في الرجل رقم 8 للميكرو كنترولر والرجل رقم 19. PGD و PGC تجدهما في الرجل 27 و 28 بالتتابع، يعني PGD هنا و PGC هنا.
إذا سوف نربط الرجل يعني رقم واحد للمبرمج بمسأل الأرغ. هنا الرجل رقم اثنان ب VDD، الرجل رقم ثلاثة VSS عفوا، الرجل رقم أربعة PGD، والرجل رقم خمسة PGC. أربعة رجل رقم خمسة PGC. إذن سوف نمر إلى الربط الحقيقي يعني العملي. إذن بعد ربط المبرمج مع الميكرو كنترولر كما تشاهدون على الصورة، يشتغل لدينا المصباح power وactive. ننتقل نترك التركيبة كما هي، ثم ننتقل إلى البرنامج ونلاحظ أن البرنامج تعرف على المبرمج بكيت 3. نضغط على connect وننتظر، نضغط OK. كما تلاحظون المصباح statue يعمل. إذن نقوم باختيار الكود، ثم نضغط أولا على read من أجل قراءة الميكرو كنترولر أو التأكد من أن المبرمج تعرف على الميكرو كنترولر. إذن read complete، بعدها نضغط على بروس لاختيار البرنامج أو الكود، ثم نضغط على بروجرام. عند الضغط على بروجرام يمرر المبرمج الكود نحو الميكرو كنترولر. كما تلاحظون في النتائج بروجرام بروجرامين كومبليت. هنا فقط للإشارة إلى مسألة إخواني الكرام، هو أن هذا المبرمج عند ربطه مع الميكرو كنترولر ضروري تغذية الميكرو كنترولر، يجب أن يبقى يعني من أجل البرمجة يجب أن يبقى مرتبط مع التغذية. هنا أمرين، إذا كنا نريد فقط قراءة ما بداخل الميكرو كنترولر نربطه مباشرة فقط بدون تغذية، أما إذا أردنا برمجة الميكرو كنترولر ضروري هنا ربط التغذية. لهذا قمت بتجربة نزع التغذية وتجربة القراءة والبرمجة. لاحظوا هنا بمجرد فصل التغذية يكتشفه البرنامج مباشرة. نجرب قراءة الميكرو كنترولر بدون تغذية، نضغط على read ثم يقرأ الميكرو كنترولر بدون مشاكل. أما البرمجة لاحظوا هنا سوف يجد يعني مشكلة مع البرمجة، سوف يصدر رسالة مكتوبة بالأحمر يقول لك target not found، هذا يعني أن file to program device target VDD not detected، يعني التغذية غير موجودة. وعند إعادة ربط الميكرو كنترولر بالتغذية لاحظوا البرمجة سوف تعود إلى طبيعتها، سوف تتم بشكل طبيعي. إذن هذا كل شيء نهاري من أصدقائي الكرام. في الحلقة القادمة إن شاء الله سوف نبدأ بمناقشة الكود المستخدم في صنع كشف المعادن، يعني سوف نشرح يعني هذا الكود في عدة حلقات مقبلة إن شاء الله. سوف نقسمه بدوره إلى
عدة أقسام. في حلقة اليوم تمكنا من معرفة كيف تبرمجت الميكروكنترولر وكيفية التعامل في الحلقة الماضية. فهمنا كيفية التعامل مع المداخل والمخارج يعني الرقمية. أما الحلقة المقبلة إن شاء الله أو بعدها سوف نتعرف على خاصية الأديسي أو خاصية الأنالوج. يعني ما يعني ماذا يعني أنالوج؟ هو قراءة شدة التيار أو توتر التيار ما بين 0 و5 فولت. يعني عند توفير 3 فولت للميكرو كنترولر يتعرف عليها، وعند توفير 1 فولت أو 0.5 فولت يعلم الميكرو كنترولر بأننا وضعنا فقط 0.5 فولت. ويمكنك من خلال كود تطوره بنفسك ترجمة نسبة هذا التيار أو التوتر إلى شيء آخر. مثلا يظهر لنا في الشاشة، في شاشة العرض مثلا 0.3 فولت، 0.5، 0.6، وهي في تصاعد. إذا خاصية الأنالوج أصدقائي تستعمل في الكثير من المجالات، مثل اللواقط، مثل قارئات الحرارة في يعني أو الملتيمتر أو الفولتمتر. خاصيتها يعني قراءة النسبية، نسبة التيار أو نسبة التوتر. مثلا أعطيكم مثال، مثلا عندي محرار، مثلا محرار يتكون هذا المحرار من مقاومة تتغير بواسطة يعني تتغير عند تغير الحرارة. مثلا مقاومة 10 كيلو، عند تسخينها تصبح 5 كيلو مثلا. يعني هذا التغير ما بين 10 كيلو و5 كيلو يمكن أن يوضع مخطط يوفر مثلا عندما تكون المقاومة في 10 كيلو يوفر مثلا 4 فولت أو 2 فولت، وعندما تنزل المقاومة إلى 2 كيلو أو 1 كيلو ترتفع نسبة التيار أو تنخفض. هذا الارتفاع والانخفاض يقرأه الميكروكنترولر ويتعرف عليه، ثم يحوله إلى أرقام، يحوله إلى أعداد ليظهرها سواء على الشاشة أو ليتعامل معه لتشغيل أرجل، بعض الأرجل مثلا من أجل تشغيل مثلا مروحة، مثلا مقاوم، مثلا فرن مثلا للتسخين. مثلا أعطيكم مثال آخر، فرن كهربائي موضوع ببيت مثلا، عند نزول الحرارة مثلا إلى 6 درجات يشتغل الفرن. عند بلوغ، ثم ترتفع درجة الحرارة، عند بلوغها 14 أو 15 أو 20 درجة يقوم الميكروكنترولر بإطفاء الفرن. يعني يعطي أوامر حسب قراءته للحرارة، لنسبة الحرارة. مهم جدا أصدقائي الكرام. إذن في الحلقة المقبلة إن شاء الله سوف أحاول فقط أن أعرف بأسطر هذا الكود وكيف تم تطويره. وفي الحقيقة أتيت بعدة أكواد، كل قسم من هذا الكود مسؤول عن تشغيل بعض الأشياء. مثلا هنا ADC read يعني قراءة نسبة التوتر في أحد الأرجل. وسوف تعلمون لماذا استعمل فقط بيك 16F 876A. هذا كل شيء لنهار اليوم أصدقائي. أدعوكم إلى الضغط على زر الإعجاب إذا أعجبكم الفيديو، وإذا لم تكونوا مشتركين بالقناة أدعوكم إلى الاشتراك وتفعيل زر الجرس. سوف أحاول إصدار الحلقة القادمة إن شاء الله في أقرب الأوقات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.